نواصلوا مع دكتور محمد غنام. وصلنا انه دكتور محمد غنام خذا الباك بتفوق. دكتور محمد غنام بالتفوق خذيته تو نحكوا بعد. كيفاش جاتك الفكره نتاع الهجره لفرنسا ومن بعد مشيت في باريس دبلومي دي سنتر اوسبيتالي يونيفرسيتير لاريبوازير سان لوي، من بعد دكتوراه اون كارديولوجي طب القلب سنه 1989. علاش الهجره وكيفاش جات الفكره؟ يعني هل انها كانت سهله وقتها؟ ما نتصورش انه خاطر اليوم كليه الطب في فرنسا مش سهل انك تدخل لهم، لانه ثم يختاروا يعطيو كان بعض الاماكن للاجانب. ايوه شوف، هو كانت في تونس كامله وفي القروان خاصه الثلاثه الولا في الدراسة نتاعهم في الثانوي يبعثوهم باش يعملوا مدارس تحضيرية للمدارس العليا في فرنسا. أي. في مارس عيطوا لنا وصديق كان هو زاد بارز جدا ما نذكروش، عمرنا الدوسيات، عمرنا كل حد الدوسي نتاعو باش نمشوا نعملوا في المدارس التحضيرية باش نعملوا معناها ندخل المدارس العليا بوليتكنيك سنترال بوين شوسي اتسيتيرا. هذه في مارس، بما اننا نحن اجانب دونك تمشي بري انسكريبسيون. وقت اللي خديت الباك في جوان بدلت فكرتي، ما عادش نحب نمشي، وليت نحب نعمل طب في تونس. يا أخي ما قبلونيش في طب وقتها موجودة، كان في تونس العاصمة ولا لا؟ سوسة موجودة. سوسة موجودة، سوسة موجودة 74 حالة سوسة تيرا مسي عملنا الخمسينية متاعها. ما قبلونيش دجا الدوسي متاعي في أوت مشو كامل، ويبعثوك باش تعمل مدرسة تحضيرية لبرا سينوميناتيف اسمك، ما ينجموش يبعث واحد في بلاستيك، دونك لازمك تمشي. مشيت غادي وفي عيض نعمل مدرسة تحضيرية عملت طب بدلت. كيفاش عملت اللي لقيت معناها حل؟ لقيت حل خاطر سجلت في المعهد غاديكا، وبعد كي خديت وراقي كان معناها ساكن كارت سيجور نتاعي مشيت عندي البكالوريا نتاعي وعندي مشيت وسجلت سجلت في المدرسة في باريس. وشوف ثم حكايتي مش نحكيهم في سفيسة. ياسين إبراهيم كان هو الرئيس نتاع أفاق تونس، وأنا كنت عضو أفاق تونس. نمثل تونس بالخارجة، مش نمثل تونس بالخارجة، عضو في المجلس الممثل التونسي بالخارج، وكان سياسين هو رئيس. نهار استدعاني لدارو مع نسيبو اسمه سي محجوب. سي محجوب هذا كان يخدم مع العتيري اللي كان مختار العتيري سي. هما اللي يبعثوا وقتها يعطوا لي بورس وشنو الخارج. حكيت له الحكايه سي مختار العتيري السنتراليان ولا سي سي مختار العتيري؟ سي مختار العتيري هو يخدم مع محجوب. مع سي محجوب يخدموا مع بعضهم وقتها. حكيت لسي محجوب نسيب سي ياسين الحكايه، قلت له راه ما حبوش يقبلوني بشيء. قال لي انا رفضت. ما انا 40 سنه بعد عرفت شكون ما خلانيش يا اخي. وشوف وقتها حبيت نسجل في سوسه ما قبلوش. يا اخي رجعت عام 2013 عيطولي باش نولي استاذ في سوسه اللي ما تقبلتش فيها عام 74 عام 75. يعني الدنيا تشوف كيفاش الدنيا. يا اخي سجلت في السنه الاولى، وقتها في السنه الاولى عام 76 77 ثم برشا طب في فرنسا يا اخي عاملين مناظرة يقبلوا فيها 10%. عديت فك تقبلت فك 10%.
وما كانوش كان 10% بركة، معناها يزمك تكون أنت كأجنبي يزمك تكون في 10% ويقبلوا 3 أجانب، يزمك تكون في 3 أجانب. معناها كي تكون رابع أجانب ومن رابع أجنبي في 10 هذوكم ما ياخذوكش. ما ياخذوكش. يا أخي نجحت نا ونبيل نصر نذكره مليح خاطر كي لبناني مسيحي وحكمي فريضة حكمي فريضة إيراني. معناها كي تشوف في لاريب وزير بكلها آلاف، أنا العربي الوحيد وقتها ثم مش حتى عربي أخر. عملت 6 سنين في الجامعة وبعد عندك المناظرة متاع التخصص نسموها نحن ريزيدانا يسموهم هم انترنا. يا أخي الانترنا زاد يقبلوا 10% يا أخي عديت الانترنا وقبلت في 10% قبلت في 10% وبما أني كنت معناها من ناجحين الولاء أول حاجة طلبت اخترت جراحة. روحت قلت لي مرتي جراحة لا تخذي جراحة يزمك تبدل مش تحل قلت يزمك لا وقتها عندهم برشة معناها دي جارد وحكاية ويقول لك تعبوا كل شيء. يا أخي بدلت وعملت أمراض قلبية واليوم نشكرها اللي بدلت التوجه متاعي لأني اليوم أنا متخصص في الأمراض القلبية ونرجعوا لها ولكني متخصص في الجراحة الداخلية في القسطرة دونك نولوا نشقوا ما غير من حلو. والجراحة توا اللي طلبت هنا وقتها كانوا الولا يطلبوا جراحة توا التوالة هم اللي عندهم جراحة في فرنسا والولا يطلبوا برشا معناها توجيهات أخرى واختصاصات أخرى. دونك عملت بعد عملت 4-5 سنين انتر معناها ريزيدون خمس سنين وبعد عديت معناها مناظرة أخرى باش نولي براتيسيون هوسبيتالي. لا قبل بعد عملت 5 سنين انتر أنا وبعد عملت 5 سنين أخرين شيف دي كلينيك أسيستون دي زوبيتو وبعد عديت مناظرة وليت أسيستون وبعد لين وليت أستاذ في الطب وعملت هو راه في فرنسا ما يعطوكش حاجة كيكة يعطوها لك كان أنت كونتها. يا أخي كونت زوز شنو دو سيرفيس زوز أقسام قسم في القسطرة كونته ما كانش موجود في السبيطارة انا عملته هذا انا هو من السبيطارات هذا غونيس في غونيس عملت فيه دونك قسم القسطرة ولت رئيس قسم القسطرة وعملت في باريس في الفونداسيون ليوبول بينون قسم تاع وقاية و تأهيل أمراض القلب وقلب الرياضة ووليت رئيس القسم معناها وقت اللي وليت أستاذ ولو عندي زوز أقسام عندي رئيس نتاع زوز أقسام معناها نعدي اشتر الوقت في قسم واشتر الوقت في قسم أخر وما باش أنا لقينا شوية صعوبات معناها فيها شوية تميز عنصري فهمت من هذا فيش نسلك لأنه كل شيء سهل ولا ثم صعوبات معينة ايه صعوبات شوف تبارك الله توا 50 سنة في فرنسا 50 سنة ايه 50 سنة حكينا على وقت اللي ثم مناظرة المناظرة وقت اللي يشوفوا معناها الأوراق متاعك اللي عديت بيهم ما يعرفوش اسمك كل لقب نتاعك وكل شيء يشوف ورقه اللي عديت بها ايش عملت ايش عملت تنجح اما قلت لي تولي وجه لوجه تولي حكايه اخرى انا قلت لك نجحت محسوب من الولا في المناظره الاولى 10% من الولا 10% في المناظره الثانيه نتاع التخصص والله العظيم ما غير بكل تواضع قلت لي كنت نا معناها انترن
والله كنت من احسن ليزانتيرن في باريس. والتو السبيطارات تسهل عليهم يشهدوا لك 35 سنه بعد التو يتذكروني. وقت اللي مشيت الرئيس القسم باش نطلبه معناها بوست نتاع شيف ديكنا سيستون، قال لي مش نحذفك برجوله. دخلني البيرو نتاعو وقال لي الحقيقه مش ديريكت، اما الحقيقه محمد معناها شيف دو كلينيك عندي، وراني كنت انترن عنده راه ينقص في معناها درجه القسم نتاعي معناها اسمي محمد قلقو. وما عطانيش. خذا هذه في النعوام تقريبا، هذه عام 89 89 يعني خذا. هذيك سامحني هذيك الفتره اللي كانت ظهر لي ثم الحرب الخليج، ثم حرب الخليج، حرب الخليج وقتها ولات ثم عنصريه كبيره راهو ثم خاصه الفتره هذيك غادي في باريس. نذكر انه وتقريبا جاتني مش نفس الشيء، ولكن جاتني تقريبا نفس الملاحظه انه اسمك وجيه العلويني مش تدخل تخدم في شركه نتاع اعلاميه وقتها كلي حاجه مش مقبوله برشا. اي مش مقبوله والله. ونعرف صديقي اللي خذاه في بقعتي بعد، ولا حتى رئيس قسم بعد، وهو بعد الاستاذ هذا ولا رئيس قسم خرج انا الى ديميسيوني. والسيرفيس نتاعو بالعكس هبط والسيرفيس نتاعنا طلع. وكتب لي عندي التو الواحد نتاعو، والله كتب لي وقت اللي خرجت الكتب، اخطر كتب زوز توا خرجوا معناها تو نرجعوا من بعد منشورين في 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 اوروبا كامله وحتى في افريقيا حتى في تونس. في تونس جو زاده. قلت لي شافهم كتب لي، كتب لي جواب اللي هو مفتخر اللي انا كنت تلميذه وكل شيء. خساره ما افتخرش قبل. خساره ما افتخرش قبل. يعني ثم صعوبات وقت اللي مشيت بعد السيرفيس بعد اللي قبلني شيف دي كلينيك واسيستون واحد اخر قبلني يا اخي بعد وقعت المشكله هي بيدها. وقت اللي حبيت نولي براتيسيون اسبيتاليه معناها نعب درجه اخرى كيف كيف خرجت محمد من جديد. وهما ما وقتها قلت لك برشا طب ويعطوا ديما الاولويه للفرنساويين وكل شيء. ووقتها معناها الاقسام هذوكم خاطر انا عملتهم ما عندهمش ما يعني انت اكثر انسان عندك معرفه في الميدان هذاك. أيوة بالتالي هما عيطوا لي باش نحل اش عندهم حل باش نحل القسم هذاك. دونك عطوه لي، اعطوني رئيس قسم هذاك. وهو انا من معناها وقتها من انا الطبيب الوحيد اللي عنده زوز اقسام، رئيس زوز اقسام. هي انا بديك شفتك اللي معناها خذيتها كمعلومه عليك اللي زوز اقسام في نفس الوقت. زوز اقسام في نفس الوقت انا عندي زوز اقسام في نفس الوقت. وبقيت 17 سنه عندي زوز اقسام مع بعضها. سبحان الله عندي معناها نعدي نصف الوقت ونصف الوقت. ومن حسن الحظ تعرف الحكايه حظ مشيت بعثوني ثم عندي واحد صاحبي يخدم في مونديال اسيستونس. هنا وقتها نخدم في سيرفيس نتاع انعاش كبير برشا في باريس. عنده واحد فرنساوي تاح مريض في مالي. في مالي؟ في مالي. يلوج على واحد يعني معناه مختص في الانعاش ويعرف الانعاش باش يجيبه خاطر مريض برشا. يا اخي انا عمري ما مشيت في مونديال اسيستونس. اما وقت اللي قال لي وقتها انا ماديا ضعيف ومازلت قال لي نعطوك 1500 فرون ولا شنو على بوك وقتها معناه شهر كامل في السبيطار. قلت نمشي. يا اخي مشيت وقت اللي وصلت غادي المالي اوبيتال جوزيف سبيكوا ولا نسيت. نلقاه مريض مش يموت وما ندريش عليه شكون هو. ازرق منعته من الموت وجبته ظهر وزير. اها يا اخي ولد شهر. ما نعرفش ترى ما نعرفوش انا. اي يا اخي مره اخرى
كيف كيف نان ثم عندي واحد صاحبي يخدم في كلينيك في نيي، قالت لي تنجمش تعوضني نهار وكل شيء. عوضت نهار يا اخي، ثم واحد جاء يعمل في الفوتينج نتاعو في بواد بولوني، وجعوا قلبه جاء ظهر وزير زاد، وما ما عنده ما عنده كنا في الكلينيك. دونك الحياه ككره الحياه، وقتها وليت شهره اختها هيك هو. وبعد ثم الرجوع لتونس، كيفاش رجوع تونس؟ ثم نهار نعمل في محاضرة في الجمعية الفرنسية لأمراض القلب في مؤتمر أوروبي. يا أخي عملت محاضرة وقت صغير نزلت أسيستون، وقعدت كملتها وقعدت في معناها في الصف الأول وحدايا برشا قاعدين. يا أخي لحدايا تلفت لي قال لي أنت تزيري؟ قلت له لا تونسي. قال لي أنا تونسي. ضرسي محمد قديش. أي دكتور محمد قديش كارديولوج. كارديولوج وقتها طبيب الرئيس. أي طبيب بن علي ستيغا. يا أخي مع سي محمد قديش عملنا جميع الجمعية الفرنسية التونسية لأمراض القلب. معك دكتور محمد قديش وقتها هو رئيس الجمعية التونسية لأمراض القلب. يا أخي وعملنا أول مؤتمر في عام 93 94. عبينا الطيارة بمعناه بمتخصصين في أمراض القلب من العالم كامل وخاصة من فرنسا، وأول مرة يشهدوا بها أصدقائي الكل، أول مرة اللي جو في الطيارة ما همش كل محاضرين، ثم الجا باش يحضر برك، أول مرة يجو من العالم لتونس باش يحضروا المؤتمر. ومن وقتها انطلقت المؤتمرات متاعنا الكبرى توا، وكنا نعملوا كل المرلولة نعملوا مؤتمر في العام وبعد ولينا مؤتمر في العامين. وقت اللي جت الثورة عام 2011 يا أخي قصوها هبطت تقصت مع الثورة، ولكن عطت صيت لتونس عالمي لأنه ثم محاضرين يجوا من العالم كامل وثم محاضرين كبار توانسة يشاركوا، وولوا معناها التلامذة متاعنا في الطب يولوا يتلاقوا في تونس هم أكبر رؤساء أقسام في العالم. دونك معناها ستاج يأخذوا وبوض لابيسين، فهمت معنا؟ يشوف رئيس القسم يقول باش نجي حذاك ستيغا، يقول له تفضل هاو دريستي هاو كارب بزيتي نجي معنا ألور قبل بركتب وحتى يجاوبك وما يعرفكش وكل شيء. ولذا سهلنا ياسر 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 الستاج متاع الأطباء متاعنا الطلاب متاعنا في الطب باش يمشوا للعالم كامل باش ينجموا يعملوا معنا تبرز في التخصص متاعهم. الله يعطيك الصحة، معناها في ما شاء الله 50 سنة في فرنسا وتعبيرك معناها بالعربي ممتاز واضح ومفهوم وخير من برشا كيف ياك اللي عايشين في تونس، فهمت؟ أنا تو باش نعمل فاصل صغير ومن بعد باش نتحدثوا على نشاطك الجمعياتي والإنساني.